الناس متعودة انها تشرب قهوة الصبح اول حاجة، يعني يطلعوا من القصة ديت تدريجي صعب، تدريجي يعني طبعا تدريجي. بنطلع منها تدريجي، ان انا احاول مثلا الصبح اخد وليكن معلقه عسل نحل، كوبايه ميه، مش شرط تبقى ميه دافيه عشان برضو دي خدعه، ممكن اشرب عادي اي ميه ما فيش مشكله خالص. ابتدي افطر حاجات خفيفه بس يكون فيها نسبه بروتين عاليه، فيها ديري برودكت، منتجات البان، بيض او لبن او جبن او زبادي، الحاجات دي كلها الصبح بتبقى مفيده قوي، وفي نفس الوقت بتلطف جدار المعده. احاول ادخل خضار او فاكهه برضو في وجبة الفطار، أأجل القهوة تدريجي لحد ما نوصل إن إحنا بنأجلها بعد وجبة الفطار مثلا بساعتين. يعني المفروض الصح انها ده تبقى الصح، بعد اللي هي الفطار تتاخد بعد بساعتين، الفطار بس بساعتين. ممكن تدريجيا مثلا ابدا اخدها مع اكل في الاول لغايه لما بالظبط اتعود. كده. ده بيبقى تدريجي فعلا، لانه الفكره كمان بقى مش في ان هي بتسبب المشاكل اللي اتكلمنا عليها بس، لا، دي كمان بتساعد انه الاكل اللي انا باكله، حتى لو انا باكل بقى خضار وفاكهه وبروتينز وكلام من ده، ما بتساعدش على الامتصاص بشكل كويس، فبتلاقي ان الشخص بياكل اكل صحي بس برضه ما عندوش باور، عنده نقص في الفيتامينز. طب ايه السبب؟ بيبقى السبب ان انا دايما بدمج القهوه او الشاي او النسكافيه او اي كافيين عموما مع الوجبه بتاعتي. يعني ده مش بس ده الكافيين عموما، يعني حتى الشاي برضو بلاش اول ما نصحى هو من النوم. كله، بصي، كل الحاجات اللي فيها الكافيين، حتى الباور درينكس برضو نفس الفكره. ما افتكرش حد يشرب باور درينك اول ما يصحى من النوم، اللي هي الحاجات اللي في بتبقى ناس اصلا متعايشه بيها كانها زي الشاي والقهوه بالنسبه لنا كده، بس للاسف خطيره جدا جدا. اكيد. يعني الكان الواحده تقريبا ممكن يبقى فيها حوالي 25 فنجان قهوه، فانت متخيله ان 25 فنجان قهوة؟ 25 فنجان قهوة في كان واحدة. شوفي بقى ان ممكن في ناس ممكن تشرب اكتر من كان في اليوم، فدول بيخشوا في مراحل صعبة جدا، زيادة في ضربات القلب، زيادة في التوتر، زيادة في الأرق، زيادة في انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم، بتعمل انيميا رهيبة، وبيبقى خلاص إدمان، هو أدمن بتبقى حاجة زي كده. الى جانب الادمان بنخش بقى في مشاكل معدة، التهابات بقى في المعدة، في القولون، في المرارة، في المريء، الكلام ده كله، ارتجاع في المريء دائم بشكل دائم، لان طبعا الكافيين من الحاجات اللي بتعمل ارتجاع في المريء شديد. فمشروبات الطاقة يعني يفضل ان حاجة هي غلط ما جدا. تبقاش بشكل دائم، ويفضل انها ما تبقاش على الريق، وما يفضل انها ما تبقاش بشكل يومي برضو، ومش اكتر من حاجة في اليوم. ده احنا بنقول المفروض ان انا كشخص ليا فنجان قهوة واحد في اليوم بس، فانت متخيلة انا بشرب كان فيها 25 فنجان وممكن اخليها اكتر من مرة في اليوم، فالموضوع فأكيد صعب جدا. كارثة. صعب صعب جدا اكيد. طيب خليني، طب احنا اتكلمنا عن الكافيين والحاجات ديت وكده، فكرة الفطار كنت بتقولي ان الفطار مهم جدا مهم وان احنا جدا لازم طبعا. نفطر، اهمية بقى الفطار، الناس اللي بتسكاب وجبة الفطار وبتقول انه انا مش بحس ان انا مثلا جعانة فانا بسكاب وجبة الفطار وادخل على الغداء على طول، بحس ان انا ابقى شلت وجبة من عليا في اليوم، تقولي لهم ايه الناس دي؟ بصي هقول لك، برضو النقطه دي مش صحيحه قوي. انا ممكن اسكيب وجبه بس ما تبقاش وجبه الفطار، ممكن ااخر الفطار شويه، ولو ان انا ضد برضو الفكره دي، لان جسمي له ساعه بيولوجيه، يعني مش مرتبط بميعاد، ان في ناس برضو بتقول احنا المفروض ناكل لحد الساعه 6 بس وبعد كده خلاص استوب ما ناكلش تاني. لا، هو الجسم له ساعه بيولوجيه. افرضي ان انا حد بيشتغل مثلا فتره الليل وبنام فتره النهار، هل انا معناها ان الاكل اللي انا باكله بالليل ده كله بيتخزن دهون وانا كده هفضل تخين او هتخن؟ لا، الموضوع مش كده، هو ساعة بيولوجية. وانس ان انا مثلا صحيت الصبح بدري، فالمفروض بيبقى قدامي من ساعة لساعة ونص بالكتير قوي عقبال ما افطر. طب افرضي ان انا مش جعانة دلوقتي او ماليش نفس للاكل، زي ما اتفقنا ممكن نشرب مية او ناخد معلقة عسل نحل بحيث ان انا ابتدي اشغل المعدة على حاجة خفيفة. بعد كده باخد وجبة الفطار، لان هي دي اهم وجبة اساسية على مدار اليوم، هي اصلا اللي بتساعد ان معدل الحرق بتاعي يشتغل بشكل كويس، مش شرب القهوة، ومش ان انا افضل قاعد في مكاني وما باكلش وبقول انا كده صحيت بدري ومش هاكل فانا خلاص كده ايه الحرق هخس. بتاعي هيشتغل بدري. لا، ده للاسف مش بيحصل. الحرق بيشتغل مع حاجتين، ان انا ببقى منظم وجباتي بشكل كويس، مقسمهم على مدار اليوم من 4 لـ5 وجبات في اليوم بس، يعني كميات قليله، وطبعا الحركه ده شيء اساسي.